شوفها الاغصان هذا هذا تاخذه لهني زين ايه؟ في غصون اللي هو صايله كذي افضل طالعها ايه؟ مثل هذا افضل ايه؟ اللي كذي شوفه افضل عرفت هذا هذا ايه؟ افضل ايه؟ بس هاي خلاص طلع على ما في فايده ايه؟ هذا الغصن فيه اللي فيه الاوراق الحمراء ايه هذا هذا كذي ايه؟ هذا يكون جيد ها هذا اللي فيهم من يطلع اوراق طبعا شيل شيل ما يصلح تشيل الاوراق ايه لازم نشيلها ويبقى أوراق. بس ال ايه لازم نشيلهم هذا لازم نشيلهم مثلا هذا لا فهي نشيلهم هاي بس ما يصلح ذا ايه لا طبعا هاي مثلا يعني ايه يبقى بس ما يصلح يبقى بس الراس لان في بعضهم ضالين فتره الحين اخذ لهم فتره يعني ايه؟ مهيئين على اساس يلمون ايه بس على مثل ما قلت لك تاخرت عليهم ظلوا بعض